قولوا لا إله إلا الله. كيف حالك؟ عساك طيب. أولاً فعلى كل حال إحنا من قبيلة العوامر، ونعم ونعم، وموفين للشيخ حسن بن هادي، ومباركين للشيخ عتيق وأبنائه كل من جميل وفهد. ونسأل الله كما قال رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير. الحقيقة أن نسأل الله العلي القدير أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة لدينه. الشيء الثاني في نامل من الشيخ عتيق أن يتقدم لأخذ المعونة من العوامر، وهي حاجة رمزية 10,000 ريال، إن كان كثيرة يستاهل وإن كان قليلة في عذرنا، وتكملها الحانة وخير وصلاة على النبي صلى الله على سيدنا محمد. الله يحييكم تحية مثنية، مرحبا بكم من ممشاكم إلى ملفاكم، وأنتم وافين وأهل الوفاء، والله يحييكم. الله بارك الله فيكم وبارك الله لكم، وإياكم أقلطوا حياكم الله.